السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم فاطمة عرباوي فرقة 5. إن شاء الله هنتكلم في محاضرة الكوميونتي النهاردة، دي تقريبا المحاضرة 27 ليكم معايا، يعني ودي تالت مرة نشرح لكم فيها. هنتكلم على موضوع جديد اسمه الـ Behavioral and Social Science. زمان الناس كانت بتعرف الصحة أو إن الشخص ده كويس على أساس إن هو ما عندوش مرض وبس، لا لأن حاجات تانية كويسة، أنا ممكن أبقى كويس جسديا بس نفسيا أنا مش كويس، علاقتي مع الناس اللي حواليا وحشه، شخص عصبي مش عارف اتعامل مع الناس، في مشاكل تانية كتير غير ان انا ابقى كويس من الامراض. فاول حاجه اتكلم عنها بيقول لك ان الدبليو اتش او عرفت الصحه بتاعت اللي هي الناس على اساس ان هي كومبليت فيزيكال ومينتال والسوشيال ويل بينج اند نوت يعني ميرلي ابسنس اوف ديزيز، يعني معناها مش معناها ان ما يبقاش عندي امراض بس، لا ده ان انا اكون كويس فيزيكال ومينتال وسوشيال، يعني مع المجتمع بتاعي انا كويس ومنتال انا ذهني كويس وصحتي النفسيه كويسه وفيزيكال ان انا صحتي نفسها كويسه ما عنديش باثولوجي. فبيقول لك ان الديفينيشن كونسيدر سايكولوجيكال وفيسيولوجيكال وسوشيال فاكتور هيلث ايلنس ويتش كونسيدر ذا بايو سايكو بايو فيسيو بايو سايكو سوشيال موديل. بايو سايكو سوشيال موديل ده اللي هو يكون فيزيكال ومنتال وسوشيال ويل بينج، يكون كويس في الثلاث حاجات دول. تمام، دي نبذه مختصره كده في الاول، مش لازمه اصلا، والمحاضره كلها النهارده بس اتكلم على تعريفات. فاول حاجه هنتكلم على السوشيال ساينس. السوشيال ساينس دي قال لنا ان هي عباره عن ديسيبلينز، عباره عن شويه تخصصات بتهتم بدراسه البيهافير في السوشيال اند اللي هو السلوك بتاع الانسان في المجتمع اللي هو عايش فيه والبيئه اللي عايش فيها. تمام، فبيقول لك ان هي بتنكلود انكلود الايكونومكس وبوليتيكال وسوشيولوجي وسوشيال سايكولوجي وسوشيال انثروبولوجي، هي دي الحاجات هندرسهم واحده واحده لسه. تمام، دي زي مقدمه كده. فبيقول لنا ان السوشيولوجي والسوشيال سايكولوجي والسوشيال انثروبولوجي اسمهم بيهيفيرال ساينس، اسمهم بيهيفيرال ساينس، يعني بتهتم اولا واخيرا بالبيهيفير بتاع الهيومن. اول حاجه في الديفينيشن بيقول لنا الايكونومكس دي بيقول لك ان هو الساينس ديل ويز هيومن ريليشن شيب في سبيسيفيك كونتكست اوف برودكشن، بيهتم بالبرودكشن والكونسومشن والاونرشيب اوف الريسورسز، هي اهم كلمه في التعريف اصلا هي الريسورسز دي، وان هو يكون عنده جود سيرفيس جودز وسيرفيسز خدمات وحاجات يستخدمها، يعني بالنسبه يعني للاقتصاد وكده. بعد كده بوليتيكال ساينس بيقول ان هي السيستم اللي بيهتم بدراسه المؤسسات اللي بتطلع لي الناس اللي هتحكمنا بعدين، الناس الحكومات والمؤسسات اللي بيطلع منها الرؤساء والحاجات دي. تمام، ديت يعني الاهميه بتاعتها. بعد كده السوشيال سايكولوجي بيقول ان هي بتهتم بالسايكولوجي بتاع الناس الانديفيدوال اللي عايشين في المجتمع ده. تمام، بعد كده السوشيال انثروبولوجي، انثروبولوجي دي معناها ان هو بيهتم بدراسه الفيزيكال والسوشيال والكالتشر هيستوري بتاع الانسان، ودي بتتقسم عن حاجتين، يعني هي بيهتم بالهيستوري، هنقول ان هي بتهتم بالهيستوري بس فيزيكال وسوشيال وفيزيكال وسوشيال وكالتشرال. الهيستوري ده منها حاجتين انثروبولوجي، يا اما سوشيال انثروبولوجي يا اما كالتشرال انثروبولوجي. السوشيال انثروبولوجي ده بيهتم بدراسه الديفلوبمنت اللي هو التطور بتاع الانسان في مراحل حياته، فدي اسمها السوشيال انثروبولوجي. اما الثانيه بتهتم باللي هي الكالتشرال انثروبولوجي بطريقه تفكيره. تمام، يعني هي دلوقتي هو كاتبها لنا بالعربي تحت اهو، دراسه التاريخ الجسدي والاجتماعي والثقافي للانسان، وهي دراسه التطور والانواع المختلفه من الحياه الاجتماعيه اللي هي السوشيال، والتانية بتهتم بطريقه التفكير للناس اللي هو الشخص البدائي، يعني الناس البدائيه اللي كانت عايشه زمان دي كانت بتفكر ازاي او كانت عايشه ازاي وكانت بتقضي حياتها بتعمل ايه. تمام، بعد كده السوشيولوجي، السوشيولوجي ده يعني بيهتم العلاقه ما بين التصرف بتاع الانسان ونمط حياته، يعني ليه الشخص اللي بيدخن، ليه الشخص ده بيحب ياكل كتير، ليه الشخص الفلاني بيعمل حاجه هو كسول بسببها مثلا، يعني ليه هو بيعمل الحاجه دي او ايه علاقه دي بدي. تمام، دي معناها السوشيولوجي بقى، study of human relationship and human behavior for better understanding، عشان اقدر ان انا افهم اللايف ستايل بتاعه او افهم حياه الانسان ايه. تمام، بعد كده نتكلم بقى على السوشيولوجي من كذا منظور. بيقول لك ان هي عباره عن الرول، السوشيولوجي دورها يعني في البابليك هيلث، بيقول ان هي بتهتم اللي هي امفيسس اون سوسايتي راذر ذان انديفيدوال، بتهتم بالانسان وهو عايش في المجتمع، مش بتهتم بالانسان وهو عايش فرد لوحده، بتهتم بيه وهو عايش وسط الناس مش وانا عايش لوحده، يعني مش هاخد واحد كده عازله وادرس عليه، هدرس عليه انا ما اعرفش الانسان ده، يعني مش هاخد ادرس مرض، انا هاخد ادرس حياته مع الناس، ماشي مش هعزلك من الناس وبعدين اروح ادرس عليك، لا هدرسك وانت وسط الناس. يبقى الانفيز دلوقتي معناها اون ذا يونت اناليسيس اند كولكتيف ليفل، زي
اللي هو في العيلة او في جروب او نيبرهود مع جيرانه، السيتي، الاورجانيزيشن، والستيت اند، يعني بتهتم بدراسته يعني وهو وسط الناس. بعد كده الريليشن مع الميديكال بروفيشناليزم، مع الميديكال بروفيشناليزم. بيقول لك ان الميديكال بروفيشناليزم شود ريكوجنايز البيشنت، يعني انا دلوقتي بهتم بالمريض على انه مخلوق اجتماعي، مش على انه مرض ابص عليه واسمع الكلمتين اللي خدتهم في الكتاب ويلا يابا بالسلامه. لا طبعا، انا دلوقتي جالي واحد مريض، المريض ده انسان لحم ودم له اهل، ما ينفعش يعني انا واحد مثلا جالي عنده 3 عيال ومش عارفه ايه، انا لازم جوايا عاطفه بتتحرك ناحيه الناس، انا بتعامل مع بني ادمين ما بتعاملش مع مرض. مش واحد جالي اسمع له كلمتين واقول له بالسلامه، مش رايح اصلح حاجه لحد وسايبه ماشي. لا، ده حياه بني ادم فيها حياه فيها موت. يعني لحظه ان انت تقول تبلغ حد بمرض معين الوضع بيبقى صعب، وهو بيبدا بقى يفكر هيرتب حياته ازاي بعد كده. تمام، بيقول لك الميديكال بروفيشنال ريكوجنايز البيشنت از سوشيال كرييتشر ذات مي اسبيكت اوف ذير لايف، حياتهم يعني، اب اون ذير هيلث، ذير اكسبوجر تو ايلنس، وتعرضهم للمرض وتصرفهم مع المرض اللي جالهم ده، او المرض ده خلاهم بداوا يتعاملوا بالشكل عامل ازاي. يعني كل واحد بيبدا يحضر نفسه بقى هو هيتعامل ازاي. تمام، يبقى كل جوانب حياته بتشارك في ظهور او في اختفاء هذا المرض وسلوكياته وتعامله مع الامراض دي، وايه الحاجات اللي عملت له المرض اصلا. بعد يعني لازم المهنيين على بيتعاملوا مع المرضى كانهم مخلوقات طبيعيه مكتوبه بالعربي هنا. بعد كده بيقول لك ان مش بناخد اي اكشن او ان احنا نكتب اي علاج او حاجه هتاثر عليه، يعني اللي هي اسوشيالي اورينتد فيزيشن would take an action improve the housing. يعني انا دلوقتي اتعاملت معايا، مش احنا قلنا ان احنا بنتعامل معايا في وسط البيئه، لازم نشوف ندرس البيئه اللي حواليه دي، هل السبب اللي جاب له المرض ده ايه، لازم احسنه، لازم امنعه عن حاجات زي مريض السكر، لازم اقول له ما تاكلش سكر، لازم اقول له ما تتعصبش، لازم اقول له ما تعملش كذا، لازم تلعب رياضه وهكذا. يبقى لازم اهتم بالنيوتريشن، بالهاوسنج، بالاديوكيشنال اوبورتيونيتيز بتاعته، بالامبلويمنت اوبورتيونيتيز، ان انا لازم انغمس وسط البتاع ده الحياه بتاعته يعني علشان اطلع منه بنتيجه كويسه وانا بعالجه. ماشي، يبقى انا لازم اهتم بكل حاجه هتاثر عليه وابعده عنها. بعد كده السوشيال ميديسين، السوشيال ميديسين ده بقى اللي هو الطب الاجتماعي، يعني اخد الاساسيات والقواعد بتاعت علم الاجتماعيات واستخدمها في الطب عشان الصوره تبقى كامله عندي، عشان اعمل هيكل صحي منظم ومتكامل. ومهم جدا ان انا اعمل ده لكل، يعني اعمل تريتمنت لكل العوامل اللي حواليه، زي ما لسه قايلين ان انا ابقى عارفه ان الشخص ده هيتعرض للمرض بسبب انه هيتنرفز مثلا، اقول له لا ابعد عن النرفزه، عارفه انه هيتعب بسبب انه هياكل سكر، لا يا باشا ابعد عن السكر، وهكذا. يبقى ابلكيشن اوف ذا برينسيبل اوف سوشيال ساينس تو ميديسين تو اوبتين مور كومبليت اندرستاندنج، عشان افهم المشكله بشكل كامل وبعرف سببها والحاجات دي، وازاي ان انا اعمل لها بريفنشن، بريفنت اند تريت ذا ديزيز، وكمان ابروموت ذير هيلث ثرو ان اورجانيزد هيلث ستراكشر. يعني في منظمه اسمها اصلا منظمه مخصوصه للسوشيال ميديسين ده. تمام، يعني لازم ابقى ادرس جوانب المريض والمريض الحاجات اللي عايش فيه عشان ادرس المرض بشكل كامل. فبعد كده بيتكلم عن الكوميونتي ميديسين، ادرس بيقول ان هو يعني اهتم بايه، بدراسه السوشيال ميديسين والبيهافيور اللي هي التصرفات بقى وسلوكيات الانسان والحاجات دي. بعد كده يتكلم عن الفاميلي ميديسين زي ما احنا لسه شارحينها، يعني والامراض بقى اللي بتجيلهم وازاي بيتعاملوا معاها، والبريفنتيف ميديسين اللي هو الطب الوقائي والحاجات بقى اللي بيستخدموها عشان يمنعوا الامراض اللي بتيجي للناس، والبابليك هيلث الاكشنز اللي احنا بناخدها اللي هي مش لازم تكون حاجات يعني كلينيكال، ممكن تبقى حاجات تانية. تمام، بعد كده بقى نتكلم عن حاجه اسمها السوشيال ثيرابي. ايه السوشيال ثيرابي ده؟ السوشيال ثيرابي دوت علاج مش لازم يكون ادويه بس، لا في حاجات بتيجي امراض برضه، هو كله بيتكلم عن ان دي امراض بتجيلك بسبب حاجه انت عملتها او لايف ستايل بايظ عندك انت عامله، زي بيقول لك نوت امبلاي ادمنستريشن اوف دراج، مش بس ان انا ادي له دراج بس سوشيال كمان، سوشيال اشوف هو السبب بتاعه ايه، اند بوليتيكال اكشن الحاجات اللي حواليه فور بيتر تريتمنت عشان اعالجه معالجه كويسه اوف ذا كونديشن اوف لايف اند انتاير لوت اوف مان. يعني زي دلوقتي هو بيقول لك الاكزامبل الهوك وورم، الدوده اللي هي الهوك وورم ديز اللي في المجتمع، واحد ماشي زي واحد فلاح مثلا ماشي رايح الغيط، ماشي حافي، طب ماشي ليه حافي يا حاج، ما تلبس حاجه احمي نفسك، الدوده دي بتخش عن طريق الجلد بتخرمه وتخش، فانا مش هروح اعالجه وادي له ميبندازول او البندازول بس، طب ما يرجع يجي له تاني، واصلا لازم اللايف سايكل بتاعه الدوده دي تكمل، فانا لازم اخد اجراء تاني ان انا الحكومه بقى تعمل ايه، تهتم بنظافه الحمامات العامه عشان الدوده دي ما تتنقلش من الشخص اللي اتعدى ده للناس السليمه اللي ما مشيتش حافيه، الناس اللي دخلت حمام مثلا والشخص ده كان داخله قبلهم، والحاجات دي انا لازم اهتم بيها كدوله، لازم اقول له ما تمشيش حافي تاني،
وهكذا. هو كده على فكرة المحاضرة خلصت، ثانك يو. بس احنا هنرجع بقى نقول احنا شرحنا ايه تاني من الاول. اول حاجة اتكلمنا عليها كانت introduction سريعة كده، وعرفنا فيها ان يعني ان السوشيال هيلث او الهيلث بتاعه الانسان عموما، قلنا ان هو لازم يكون كويس سوشيال ومنتال وفيزيكال، ما يبقاش عنده، مش بس ما يبقاش عنده امراض، لازم يكون كويس من الثلاث حاجات دول. وقلنا ان السوشيال ساينس دي اللي هي بتكون عباره عن تخصصات كثيره، وبتهتم بالاكزامينشن للهيومن بيهيفير وطريقه تعامله مع الحاجات اللي عنده، وبيقول مع الناس يعني والبيئه اللي حواليه، وبيقول ان هي تضمنت كذا حاجه. بدانا نتكلم عنهم واحده واحده، قلنا ان السوشيولوجي والسوشيال سايكولوجي والسوشيال انثروبولوجي سميناهم بيهيفيرال ساينس. وبدانا نعرف كل واحده، قلنا الايكونومكس قلنا اهم حاجه فيها كلمه الريسورسز، وهي اللي بتهتم بالبرودكشن والديستريبيوشن والكونسومشن والريسورسز والجودز والسيرفيسز وهكذا. البوليتيكال قلنا اللي بتهتم بالمؤسسات اللي بتطلع للحكومات اللي هتروح للناس. السوشيال سايكولوجي قلنا ان هي بتهتم بدراسه الحاله النفسيه بتاعت الانديفيدوال اللي عايشين في المجتمع. بعد كده السوشيال انثروبولوجي قلنا ان هي اللي بتهتم بالفيزيكال والسوشيال والكالتشر هيستوري، تاريخ الانسان الجسدي والثقافي والاجتماعي. قلنا ان هي منها نوعين، سوشيال وكالتشرال. قلنا السوشيال بتهتم بالتطور والانواع المختلفه من الحاله الاجتماعيه، والكالتشرال اللي بتهتم بطريقه التفكير وزي ما جابوا الناس البدايه وشوفوهم بقى بيفكروا ازاي وايه كده تطور التفكير بتاعه. السوشيولوجي قلنا ان هي عباره عن العلاقه بتاعه الهيومن بيهيفير، ما بين العلاقه ما بين الهيومن بيهيفير عشان يبدا يعيش حياه احسن. وبعدين وكمان ان الانسان طبعا ما ينفعش يعيش لوحده، ما حدش فينا هيعيش في الدنيا يعني لوحده، برضه لازم كل حاجه مرتبطه بحاجات تانية. يعني شايفين الصوره اللي تحت بتقول ان كل واحد بيعيش في مجموعات، سواء اصحابك سواء اهلك وهكذا. بعد كده السوشيولوجي اتس رول، يعني السوشيولوجي وتاثيره مع على البابليك هيلث، قلنا ان هو بيهتم بدراسه الشخص في المجتمع مش لوحده، وبيقول ان هو خدها يونت اناليسيس ات ذا كولكتيف ليفل، على المستوى ان هم يكونوا في كولكشن، مجموعه زي العيله زي الجروبس زي الجيران المدينه اللي عايش فيها وكده. بعد كده علاقته مع الميديكال بروفيشناليزم، وقلنا ان المريض ما ان الدكتور ما يجيلي مريض ما اتعاملش معاه لانه حاله، لا انا بتعامل ما اتعاملش معاه لانه مرض، قصدي اتعامل معاه لانه حاله انسانيه، حاله شخص جاي لي وعنده حاجات تانية في حياته حواليها، فلازم يكون عارفها علشان يقدر يبقى ملم بكل حاجه، ايه السبب بتاع المرض، عالجه ازاي، ازاي امنعه، وازاي احسن صحته بعد كده. فلازم ان انا اخد اجراءات تكون كويسه، زي اهتم بالتغذيه بتاعته، اهتم بحياته، اهتم بالاكل بتاعه، واهتم بالتعليم، اعرفه بقى الغلط من الصح وكده. بعد كده السوشيال ميديسن، وقلنا ان هو يعني العلاجات اللي بياخدوه، اللي هو العلاج اللي بياخدها، والحاجات اللي هو application of principal social science للميديسن to obtain more complete understanding للبروبلم in order prevent، عشان امنع الديزيز وعالجه واحسن صحته. زي ما قلنا برضو ان احنا اكون ملمة يعني بالحاجات اللي حواليه، ملمة يعني social science بقى، اللي هي زي ما احنا شرحنا وراء، اللي ان انا اكون ملمة كل حاجة حواليه عشان اقدر امنع المرض وعالجه. وشرحنا الكوميونيتي ميديسن، وقلنا ان هو بيكون منه بابليك وسوشيال وبريفنتيف وفاميلي ميديسن. السوشيال ثيرابي، وقلنا ان انا مش لازم ادي بس علاج، لا لازم اكون برضو عارف الحاجات اللي حواليها، يعني هديله العلاج ولازم اهتم بتنظيف حاجات تانية، زي ما قلنا في الهوك وورم، مش بس هديله علاج اللي هو الميبندازول او الالبندازول، لا ده انا كمان هروح اعقم الحمامات العامه اللي هو السانيتري لاترنس نوت جود بير فود، ما تمشيش رجليك حافيه بس. شكرا.